بها خط، رحلة مستمرة من التقييم، من الفشل، من التعلم، من التطور، من مواجهة التحديات ومحاولة إن نحن نوصل للمستحيل. لما كنا ندرس في الجامعة في بريطانيا كانوا يقولون where the sky is the limit، وين تكون السماء هي الحد. كل القصص الحين حق رواد الأعمال سواء كانت في الإمارات أو حتى قصص المؤسسات أو حتى قصة بلادنا، أعتقد نحن الحين صار عندنا صارت حتى السماء مش هي حد لطموحاتنا. وهني نتكلم عن التميز الصح. الأفراد هم أنا أعتقد العنصر الأساسي والركيزة الأساسية في التميز. الأفراد مش أي أفراد، الأفراد اللي عندهم سمات خاصة جداً، سمات قيادية خاصة جداً غير عن العامة، قادة بالفطرة.